هذا عودة لكم من جديد المشاهدين الأحبة بدعوة من رابطة نادي أنتر مينانا الرسمية في العراق. اليوم احنا متواجدين في هذا التجمع في مباراتهم المهمة مع نادي اليوفي اللي انتهت قبل قليل بفوز نادي اليوفي بهدفين مقابل لا شيء لنادي الأنتر. خيبة أمل هنا لجماهير نادي الأنتر بعد ما كانوا انه يمنون النفس بتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة. راح نستطلع ونتعرف على ردود أفعال مشجعين نادي أنتر مينان في العراق. نبدأ برئيس رابطة. كابتن تحية طيبة لك. خسارة متوقعة بصراحة أم يعني كانت مفاجأة بالنسبة لكم؟ والله الصراحة خسارة مو متوقعة. الحمد لله والشكر. تفاصيل صغيرة هي كانت كلفت الفريق. فرصتين بالشوط الأول وفرصتين بالشوط الثاني. يوفنتوس اعتمد على المرتدات وقدر يسجل. والحمد لله قدر الله ما شاء فعل. إن شاء الله التعويض بالمباريات القادمة. أداء متذبذب؟ لو أداء مستوى ثابت يعني أحشي على أداء مو النتيجة. لا احنا ادانا هو هذا ادانا بس المشكله احنا عندنا يعني نقوصات بالاجنحه مالتنا دومفريز وديماركو شوي اليوم كانوا مو بادائهم وغياب باستوني كلش مؤثر اليوم الخط الدفاعي. اذا نريد نحصل اسباب الخساره اليوم تقدر تقول لي اياها مثلا او سبب واحد رئيسي لخسارتكم اليوم؟ سوء التوفيق. سوء التوفيق هو كان السبب الرئيسي. يعني هو هي هاي الاسماء اللي عند المدرب وهو اللي يعني نزل كل اللي عنده. ماكو قوه اليوفي اليوم كانت طاغيه لو انتم كنتوا سيئين. اليوفي توفق يعني الفرص اللي اجته غير هاي مال جيز اللي كانت اوف سايد. هي ثلاث فرص تقريبا سجل جولين. هاي الحمد لله والشكر. هاي كره القدم تعتمد على الجزيئات الصغيره اللي خلت اليوفي يفوز اليوم. الشيء اللي يحسب لكم للامانه يعني انه الجميع متواجد رغم الخساره. بصراحه اني ما اذكر اسماء معينه بس اكو بعض الروابط من الصي خساره دائما ينسحبون دائما انه مجرد انه بس الفوز اشوفهم يصير خساره. بصراحه ما اشوف هذا الشيء يحسب لكم انه انتم مع الفريق وان خسر اليوم في مباراه مهمه. لا احنا الحمد لله والشكر من 2012 2011 من كان الفريق باسوء حالات الحمد لله الشباب ما قصروا ويتواجدون الحمد لله والشكر. يا كره القدم اللي يتقبل الفوز لازم يتقبل الخساره. وبعد ان شاء الله الدوري طويل وان شاء الله بالتعويض ان شاء الله قادم. موفقين ان شاء الله. اشكرك. رغم انه الوقت متاخر بس انتوا بقيتوا ونفس الوقت انه الخساره مع اليوفي انا اعرف حجمها بالنسبه لكم. والله يعني اول شيء نشكركم يعني على حضوركم وتواجدكم قناتكم الرابعه ابو شهاب. انت اكيد يعني مشهودات لك دائما متواجد. مباراه ديربي ايطاليا هي اصلا ما تقدر تتكهن بها. ممكن الفريق السيء يفوز والفريق الاحسن يخسر. اليوم أليجري لعب على المرتدات واحنا سيطرنا الشوط الاول ضيعنا فرص. انا قلت لهم للشباب اذا ما نسجل هدف بالشوط الاول راح نخسر. وهذا اللي صار. لو يفتهمك او يسمعك أليجري شو توجه له رساله؟ أليجري مدرب الخصم شو توجه له؟ لا اليوم قرر المباراه بصراحه بشكل صحيح. انا حتى بعض التغييرات كانت صحيحه. لو احنا لاعبين بالتكتيك هذا كان فزنا. يعني لو احنا لاعبين دفاع منتظرين اليوفي يتقدمون احنا نضربهم مرتدات. التفوق صار بين المدربين. اي طبعا مو صحيح. انا هذا اللي قصده. كان رهان اخير له هو لان هو مباراه اليوم لو خسرانها يعني يطلع كلش بعيد يعني صار يعني حلم يتاهل لدوري الابطال. هسه رجع يعني صار الفوارق مو كلش بعيده لان اليوم روما خسر اتلانتا خسر صار نابولي بعيد ميلان ملاحق. احنا يعني املنا ان نتاهل لدوري الابطال يعني مو املنا هدفنا مو منافسين صرنا. بما انه حكيت على الابطال شوي ندخل بالابطال ان ما تتمنى تواجهون بالابطال؟ والله اتمنى يعني توتنهام او بورتو. قبل ما تحكي بس جيب طايل الابطال كلها ضحكت. بالابطال يعني متاهلين بمجموعه كانت صعبه فاكيد الشباب يعني متونسين على هالشيء. صراحه فريق ما تتمنى تواجهه؟ والله اهم شيء ما اواجه السيتي.
سيتي سيتي جوارديولا، لان جوارديولا يعني ملك التكتيك والريال سيد اللعبه. يعني هذول الاثنين اتمنى ابتعد عنهم، واتمنى اواجه يا توتنهام يا بورتو اليوم من طبعا. بس اتوقع اتوقع لو الريال لو سيتي تشيلسي. لا انا اتوقع، مو احنا دائما سيئين الحظ بالقرعه. يعني اذا وقعت فاضن ويا ريال مدريد، لا لا يعني نلعب وياهم الند للند وما اعرف بعد يعني، بس اكيد يعني صعبه صعبه صعبه، كل الصعبه تصير. من الشمتان بيك اليوم ابو اليوفي؟ لا 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 بعد بعد شويه توسع ابو برشلونه. قبل ايام كنت قاسي عليهم. لا لا عادي احنا شوف مثل ما قال كابتن عبد الله، اللي يتقبل الفوز ويفرح به يتقبل الخساره. كره القدم بها كفوارق بسيطه هي اللي تغير. مثل ما قلت الشوط الثاني تفوق بأليجري، لعب دفاع على المرتدات، فرصتين كانت انه تحولت علينا سجلوا هدفين. توفيق ان شاء الله حبيبي كابتن. سويتوا لنا حرب يا جمهور برشلونه. انا احكي جمهور برشلونه هسه مستعد اي فريق راح يواجه الانتر بدور الابطال باكر القرعه، اي فريق راح يعني هو يتمنى السيتي يضرب عصفين بحجر واحد. جوارديولا مدرب سابق البرشلونه وهم يطلع الانتر على مود يشمت بيه. انتوا هم نزلتوا على برشلونه؟ احنا ما نزلنا، احنا المجموعه بالطبل بالطبل هم واحد. لا احنا باوع احتفال، هذا الطبل موجود، الطبل موجود. انا مستعد بالفوز والخساره اطبل للانتر. انا بالنسبه لي بس الشعار مال الانتر ورا، بالفوز والخساره اطبل واشجع. انا بالنسبه لي ما عندي كره لا البرشلونه ولا ريال مدريد ولا لاي فريق بالعالم. انا اشجع الانتر. هاي وحده. أنا قلت لك ذيك المرة يعني باللقاء السابق قلت لك جمهور برشلونة استهزأ وراهن رهانات خاسرة، فكانت ردة فعل شبابنا هي على طبعا مو الكل مو الكل بعض جمهور برشلونة. بعض برشلونة عندها قاعدة شعبية كبيرة بالعراق، فأكو قلت لك يوتيوبرية وبعض الشباب اللي راهنوا على خسارة الانتر وخروجه وتأهل تأهل فريقهم متصدر، فصار تحدي ونفذنا به. ليش تضوج انت؟ افضل ميركاتو صار ذيك السنه، افضل ميركاتو صار ذيك يعني هاي السنه الحاليه هو البرشلونه. والمجموعه الحديديه اللي صارت احنا طلع صعدنا من مجموعه حديديه، فيعني احنا بالنسبه ان الفرحه اللي صارت اول شيء انه احنا فريقنا متاهل دور 16 واحد اثنين، متاهل من مجموعه كلش حديديه والكل راهن على برشلونه والبايرن راح يصعد للدور الثاني. هذا اللي صار، احنا ما عندنا كره البرشلونه بس لا احنا بالنسبه انحسبت بعد مثل حسبت ما عندنا مشكله، ويجوز باكر بالقرعه يطلع لنا ريال مدريد. زين هي هاي مشكله برشلونه شلون اذا طلع لريال مدريد ما يدري ايش يسوي. حياه صدر حياه كابتن. هذا لك الخساره اليوم راضي على الاداء بغض النظر عن النتيجه؟ الاداء الشوط الاول الفريق كان ممتاز، بس اللمسه الاخيره هي دائما نعاني منها، صار لنا سنتين نعاني من اللمسه الاخيره لحد ما اجى لوكاكو. صح حتى لوكاكو اجى ولوتارو وهاي، بس اذا انت تحسب الاهداف بكل لعبه انا قبل ما اجيكم كنت يا ماما نفس الحديث نفس الحاله هم سمعت انه يعانون من الخط الهجومي اللمسه الاخيره. انا ما اظن انه هاي مشكله معظم الانديه الكبيره اللي موجوده في ايطاليا. الاستقطاب اللي يجي مثل جيكو ويجيك مثل كوريا وهاي عكس استقطابات مال باقي الانديه، يجيك لاعب مثلا كبير لو لاعب مثلا ما برز نجمه يجيب لك اياه، عكس الانديه نقول مثلا ميلان وهاي استقطاباتهم يصير احسن. وهاي طوبه يعني تعبان كلش. لا 13 جوله على الدوري الايطالي، تقييمك للانتر؟ ان شاء الله خير الله كريم. يعني لعبه فوز خساره نتقبلها لازم هالشيء. اليوفي ما عنده شيء بعد يخسره، هو طالع من دوري ابطال يعني تعتبر لعبه لازم صالح جماهيره والحمد لله. كم سنه انت تحب الانتر؟ يعني من 2000 تقريبا، من 87 يعني من 2000 يعني ايام 13 سنه وحبيت ريكوبا وشان باتستوتا. انا افرح من واحد يقول له ريكوبا لان انا كلش احب ريكوبا، كان كلش يضيع بالبلاي همين. صحيح تمام ان شاء الله الحمد لله على كل شيء ان شاء الله. زين اليوم الاداء هم تتفق ويا الاخ اللي قبلك؟ اكيد ما قصر كباتن يعني حكيهم كلهم مضبوط ان شاء الله. يعني هو الاداء الحمد لله الشوط الاول كان لنا نقدر نقول ما نقول مسيطرين، بس كان انه يعني الشوط الثاني صارت هفوات واستغلوها لعبه فوز خساره حظه. اكو شخص كان ما بس اتمنى لو موجود يقول انا اذا يخسر انت ما نام او ما اطلع من البيت. ما جاي هو يمكن بعد ما نشوفه من الفات علاوي علي عبد اي بالضبط اسبوع ما يطلع يعني اكيد يعني يتاثر. اكو حد هنا مثلي؟ اكو مشجعين كلش يتاثرون طبعا، مو ما تعكس بس الحب يعني. انا ممكن داب تسم هسه وياك بس انا من داخلي اكيد يعني متأذي اكيد طبعا. خساره فريقي يعني مو هينه، بس قلت لك
كرة القدم لازم نتقبل ثقافة الفوز والخسارة. فريقنا اليوم بالشوط الثاني يعني كان بصراحة يعني كان سيء، ما يستحق الخسارة بهالشكل، بس خسر يعني نتيجة يعني منطقية، خصوصا اليوفي سجل هدف ثالث واللغة كان ممكن نتيجة تكون ثلاثة، وهي الاثنين هم ثقيلة بالديربي، ما تقدر تتوقع منه الفريق الأفضل. الأفضل يعني من ناحية التشكيلة ومن ناحية المدرب ممكن الأفضل يخسر، عادي كلش عادي حبيبي. تستحقون الخسارة اليوم؟ أول شيء الحمد لله وشكر على كل شيء، بس أنا كنت أتمنى نفوز اليوم لأن أضرب حجرين بعصفور، عصفورين بحجر واحد، لأن اليوم روما خسروا كنا نصعد مربع ذهبي اليوم، صار مركز ثالث مناصف وإلى لاسيو 27 نقطة. إيه بس يسوي الغياب الهداف مثلا لوكاكو اليوم لو موجود كان فرق، مثلا فرستين وفراتين دومفريس وزيكو هي هاي دامت اليوفي فريق ممتين التركيبات، فريق قوي صراحة، حتى لا نقلل مجهوداته، يستحق الفوز اليوم؟ اليوفي اليوم يستحق، أليجري قراها صحيح، سيمون زاغي اندفع من النوى الدقيقة، بس يسوي رات وراد يفوز زين، اليوفي شوية مو زينين الفترة الأخيرة، فراد يفوز فانقلبت علي. توفيق حبيبي كاب. طبعا ويانا هنا شيوخ المشجعين بنادي أنت الشيخين عندنا، شلونك؟ شو اخبارك؟ زين ان شاء الله تمام. شو شجعتي؟ انت؟ لا انت تشجع ريال مدريد مو صحيح؟ اريد انت. لا ريال مدريد. ريال مدريد انت تشجع ريال مدريد؟ اللي يشجع ريال مدريد اخذ اللقاء. شو تشجع؟ ريال؟ انت. الله يحفظهم. صعبين؟ لا والله صعبين. لا ما ينغلبون هم يعني، هو احنا سلاله صح، الوالد شجع ليفربول بس انا شجع الانتر، وانا من هسه يعني علمته على الانتر الحمد لله والشكر. اليوم الفريق يعني الشوط الاول كان زين وضيعنا يمكن جولين او ثلاثه بالشوط الاول، الشوط الثاني هي هاي كرة القدم. تستحقون الخساره هذا هو اليوم، كرة القدم اللي ما يسجل لازم يستقبل اهداف، واحنا يعني متعلمينها سبحان الله. يعني الفريق زين بالشوط الاول، الشوط الثاني كان مو زين، يعني عندنا هجمه واحده يمكن بالشوط الثاني ولا والله هجمتين، واحده من كانت 0-0 مال هكان بالعارضه، والثانيه مال لوتار من كانت 1-0 وراها الفريق يعني هو هذا أليجري معروف يقفل اللعب. انا ايد اركز على هذا الموضوع، أليجري هو اللي خطف اللعبه، تبديلاته كان نوعا ما ذكي في المباراه. صحيح، هو قراءته للعب اليوم كانت كل صحيحه، يعني عدد تبديلات وقفته هو انتظر يدافع ويلعب على المرتده، يعني الجول الاول كان مرتده صارت ورا الشبه، عندنا كان دومفريس اليوم كلش مو زين، صارت ورا كره وكوسيتش اليوم نجم المباراه لاعب التكليسره مال يوفنتوس، وهذا والحمد لله والشكر، ان شاء الله القادم افضل والتوفيق للجميع. هذا الخساره قدمت مباراه طيبه، بس يعني بصراحة حتى لا نضيع جهود اليوفي، كان فريق قوي والنت قوي. اي نعم، مدرب اليوفي لعب على مرتدات لا اكثر، يعني ثلاث هجمات مرتدة، اربع مرتدات اخذ بها ثلاث هجمات محققة، تزيدها واحدة على هدف. شو كنت تشوف انت يا جا هذا الفريق اللي قوي في اوروبا، ينافس في اوروبا وحتى ممكن بالدوري الايطالي هذا اللي يكتسح الاندية مثل ما كان قبل؟ والله كتوقع مع انه انا ايطالي، يعني الا تغير المدرب الايطالي. تغيير المدرب الايطالي؟ يعني انه اي مدرب ايطالي دوب الانتر ما يتوفق. ما يعني اكو بالوقت الحالي يعني اكو يعني جبن بالتدريب. مدرب تتمنى يتواجد على راس الانتر؟ يعني اي مدرب هجومه. بيب جوارديولا يعني؟ يعني إذا غوارديولا أو يعني هواي مدربين كبرتغالي إسباني، أي مدرب هجومي يعني أتمنى. سؤال افتراضي، لاعب تتمنى أن يوم موجود باللعبة، لاعب من أنت؟ والله بس لوكاكو. ما أي والله إحنا محتاجي كلش، يعني اليوم يعني اللعبات السابقة كان دور يعني زيكو كان كلش إلى فعال، اليوم ما عنده. سؤال أخير بعيد عن المباراة، ليش حبيت الانتر؟ والله يعني من زمن رونالدو وباجيو
رونالدو البرازيلي. رونالدو البرازيلي وباجو هم سبب على الدنيا على هذا الشيء ما يعني. وشجع ايطاليا وايطاليا بنفس الوقت هنا. يمكن ماكو احد يشجع الانتر ما يشجع ايطاليا؟ لا اكو. كابتن عبد الله هاي معلومة، هاي معلومة قوية بس صدفة اكتشفناها انه رئيس رابطة ما يشجع ايطاليا، يشجع الماني يعني منتخب الماني. شلون؟ تعال تعال دينك تعال 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 شلون؟ والله ما ادري يعني هاي صدمة من البداية. الانتر تأسيسه صار ضد النظام اللي كان العنصرية مالت ميلان، اي سي ميلان. ميلان كان يريدون لاعبين بس ايطاليين. الانتر غير النظرية اللي كانت بإيطاليا إنه سوى فريق سماه أنتر ناسيونالي. أنتر ناسيونالي يعني لاعبين الأجانب اللي يجوي وصارت صار الفريق. فهي كانت الفكرة مال تأسيس الأنتر ضد العنصرية الإيطالية إنه اللاعب اللي يلعب بالدوري الإيطالي لازم إيطالي الجنسية. فهي هاي. حالياً الأي سي يعتبر نادي يعني محافظ خلينا نقول نوعا ما عن عنصرية السابقة اللي تأسس عليها. أنا أقول لك كل الفرق الإيطالية يعني عندهم تميز باللاعبين الإيطاليين بس الانتر. بس الانتر يعني احنا كفريق يعني فريقنا الانتر أسبوع على التشكيلة الأساسية اللي نزلت اليوم تقريبا 2 إلى 3 لاعبين إيطاليين بس. يعني إتشيربي و يعني من العالمية مثل اسمه اي بالضبط اي يعني 3 لاعبين فقط اليوم. احنا كفريق احنا هو انترناسيونالي. فهي هاي بس هاي مال المانيا واقفه ايطاليا دون بي لو لا ايه لا لا هو المشكله. احنا هسه عندنا ان شاء الله بكاس العالم عندنا تجمعات للمنتخب الالماني. اها يعني عندنا احنا المانيا وايطاليا شو تشجع؟ المانيا انا المانيا قافل. اي المانيا قافل ورغم انه ايطاليا عقده لا مو هم ايطاليا ايطاليا عقده للالماني. انت ليش جاي تضحك؟ صح يعني على الألماني يعني يعني كمان بولتيلي وايش كافي مشكلة ألمانيا. ألمانيا مشكلتهم إيطاليا يعني ما يقدر يفوز عليهم. هي هاي مشكلة بس ألمانيا تاريخ 4 كأس عالم وتاريخ مشرف ألمانيا كمنتخب صحيح قوي. بس إيطاليا هي هاي مشكلتهم. ما أريد أفتح واري عندنا حكي بكأس العالم. ما أريد أفتح جبهة ويا أنت في حالة تنقسمون بكأس العالم. أنت فتحت لي جبهة ويا برشلونة لا تفتح لي جبهة ويا منتخب الرابطة مالتنا كلهم يشجعون إيطاليا 90% إيه فلا تسبت كابتن. اللاعب اللي موجود بالأنتر لو لعب مثلا بغير نادي أو لعب المنتخب بلاده تشجعون هذا المنتخب؟ اكيد. مثلا لوكاكو مثلا شجع بلجيكا على مود يعني شجع بلجيكا اكيد ك يعني مو بس هو هو يلعب من بلجيكا اكو لعيبه مرتبين يلعبون بلجيكا. منتخبك المفضل؟ انا ارجنتين. ارجنتين ارجنتين نعم. ميسي ميسي احب ميسي بس احبه كارجنتيني مو كبرشلوني. من يلعب برشلونه؟ لا ابد ابد من انتقل من برشلونه ما اعرفه ميسي ويا برشلونه بس ويا الارجنتين لا. انت ما تعرف ميسي هو برشلونه؟ انا ما اعرفه اصلا ما هي برشلونه بس هي الارجنتين نعم. فهمني هاي العباره انت هاي كل حلقه لازم يصير تاتش ويا جمهور برشلونه جماعه انت ما تعرف ميسي برشلونه؟ لا ما اعرف بس بالارجنت عدوي عدو عدوي نعم عدوي احكيها والله كان ما راح ينسى. الباب ما ينسى الأبد. الباب اللي فتحته. أنا هسا حاجة شيء. أنا ده سأل. شو الشجع يا منتخب؟ قل لي الأرجنتين. قلت له يعني ميسي. قل لي ميسي. قلت له ميسي يعني لاعب جيد بالبرشلونة. قل لي لا ما أعرف ميسي يلعب برشلونة. ما أعرف عدوي اللدود. يعني يمكن عندي أسوأ لاعب بالأنتر أفضل من ميسي. من يلعبون ويا برشلونة. أنا حاجي. ما أعرف. أسوأ لاعب بالأنتر. أسوأ لاعب بالأنتر. أي؟ منو هسه اليوم عندنا أسوأ لاعب يمكن دوم فريس. أي؟ أفضل من ميسي. وفق أي منطق هذا؟ ما أعرف شو اعتبره تعصب ما أعرف. أنت راوي قافل. أنا من 98 أشجعهم. أنا 98 هم 98. أنت رياضي أنت راوي قافل. أنا رياضي هم قافل همينه. اقنعني شلون أسوأ لاعب بالأنتر أفضل من ميسي. هاي قناعتي. راح أصير ترند. راح أصير ترند. لا اقنعني انه مثلا ميسي مو زين سيء كذا مستوى لياقه ايش بيفعلوا كل ما يلعبون انتر وبرشلونه ميسي ما يقدم ذاك الاداء ويا الانتر ويا برشلونه ضد الانتر يعني هذا شيء يمكن حتى ما مقول عليهم يمكن لو جول واحد يمكن لو مقول اصلا ولا جول مقول ميسي يعني فيعني يخنقوه كل ما يلعبون الانتر هم يخنقوه جماعه الانتر تحاقد على ميسي
لا أنا يعني كأرجنتين أوكي يعني أحبه وكلش أشجعه ويا ريت إنه أتمنى ياخذ كأس عالم هسه ويا أرجنتين. بس لحد هسه أنا حتى ويا الأرجنتين أقول مارادونا يبقى هو الأفضل بالنسبة للأرجنتين يعني. لأن ما حصل لك كأس العالم. مشينا عن أنت اليوم شلون كان أنت شلون كانوا اليوفي؟ يعني لعبة شوط أول حلو زين من جهة الإنتر يعني. بس شوط ثاني يعني قدروا يستغلون المرتدات يوفنتوس وقولوا. كم سنة وأنت تحب الإنتر؟ أنا من لعبة إنتر ولاتسيو بنهائي كأس الاتحاد الأوروبي 97 أو 98 98 يعني كان عمري 13 سنة يعني من ذاك الوقت أنا أشجع. لاعب تعتقد هو أسطورة الإنتر؟ والله أنا أعتبر يعني هو خافير زينتي أسطورة الإنتر. بس أنا أضل البرازيل قدم مستوى يعني يمكن من أفضل مواسم اللي قدمها حتى أفضل من ريال مدريد قدمه مع الإنتر. نعم نعم بس قبل الإصابة حتى. نعم نعم قبل الإصابة يعني أفضل المستويات بس يعني هم نقول ما حصل شيء ويا الإنتر في وقته. ومن بعد الإصابة كنت أتمنى إنه يبقى ويا الإنتر بس تدري ريال مدريد وإغراءاتهم المادية اللي اشتغلت من سنة 2000 يعني فيجو على زيدان على بيغهام يعني فريق تتمنى تواجهه بالأبطال. طبعا احنا حظ ما اكو يعني بالقرعة دائما ويا الفرق القوية نوقع. بس اللي اتمنى يعني حظنا يكون مثل حظ ريال اي ريال او اي ريال. انت ريال برشلونة اليوم مستلم؟ انا ما اثنينهم يعني حتى ما ينزلون من بلاعين يعني ريال ولا برشلونة هذا الحظ؟ هذا الحظ. بيش حالة حتى الدوري الاسباني ما تحبه او انا كل دوري يعني عندي فريق خلينا نقول افضل اشجع يعني. بالاسباني؟ الاسباني فالنسيا. والله اتوقع ان تكره هيال من سنه 2000 انا اشجع فالنسيا يعني من دوري الابطال وصلوا للنهائي وطلعوا 2001 هم نفس الحاله يعني. فاتمنى القرعه نتوقع انا ويا بورتو او كلوب بروج. ثاني يعني احساسي وتذكروني هيال مدريد. الله لا يقولها الله لا يقول هذه انت حتى اذا وحتى ترقص لها بكفيه ليش ليش احنا ويا برشلونه وريال مدريد. بس اذا فعلا اذا انت يعني يرجع هذا انت اللي انت تتمنوه فبما انه انت اخصيت برشلونه تلعب ويا ريال مدريد وتقصي هذا موضوع يعني خيالي اكيد. اكيد ما مختلف بس يبقون يعني اي ما يصير ما يعني يعني ريال وبرشلونه يعني في عالم وانا اقول اعتبر الانتر في عالم اخر. يبقون الانتر جمله اخيره حياتي اللي هنا ما يدلح عليه حتى لا حتلح عليه راح انزل بعد على غير عندي يعني. اما اذا احكي لك على يوفي وبايرن وميلان هاي صدر صدر بعد ان حلقات منو الند بالنسبه لك يعني هسه سالت الاخوان بابطة توماي منو يعني ندكم؟ قالوا نندي عندنا العالم كلها بكفه ولاتسيو بكفه يكرهون لاتسيو كره بغيض بشيء مو عادي حتى خارج عن رياضه. بالنسبه لكم انت منو؟ يعني اقدر اقول لك ميلان ويوفي بالنسبه لدوري ايطاليا يعني. اذا يوم خسران يوم موجع. نعم موجع صدمة يعني كلش احس نفسي متاثر حيل يعني انا بس هي هاي الطوبه فوز وخساره. اكو حد دي شمت فيك تحس حاليا؟ لا بس بعد ما ادري على موقع التواصل على الفيس اكيد يعني زين وصلت اسال وصلت ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله يكون الكلام عليه الهم بالهين عادي عادي انا استقبل الكلام على راسي. كابتن انت تشجع ولابس المانيا؟ هي وكان المانيا ما عليك ها زين. الانتر اليوم كان يستحق الخساره الشوط الثاني طبعا كان يستحق الخساره لانه ما استغل احنا من الشوط الاول ما استغلينا هجماتنا. الشوط الثاني لعبوا على المرتدات اليوفي واستغلوا واللي يضيع يستقبل. وش نسوي نقول الحمد لله والشكر نوعا ما هذا الموضوع
نفسي اثر عليكم صراحه بحكم انه انت خسران بالضبط ايوب يعني بالضبط شلون اذا حتى نوصلها يعني مثلا شلون ريال مدريد وشلون من ممكن ارسنال او تشيلسي اي نعم كان اليوفي هو اصلا غريم من اليوفي فالخساره منهم شويه تختلف عن خساره الباقي تقييمك انت خلال 13 جوله وين تعتقد ممكن يوصل والله احنا نطمح للدوري بس نقدر نقول ثاني او ثالث ان شاء الله لانه صعب صار الدوري بس بعد طويل الدوري ان شاء الله ليش بعد يعني الموضوع طويل والله هو نابولي رايح بعيد انا اقول نابولي يعني اي كابتن نختم وياك انت مستحي لو خجلان لو بردان لا والله بردان اي والله ما عرفتني كان لابس ريال مدريد بلعبه الانتر وفيكتوريا ليش ايش عجبك تجي دائما هنا الصراحه يعني انت ريالي دائما تجي ويا الانتر ليش حول وياهم وشجع الانتر لا 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 احنا نقف انا ريالي قافل اجي اتابع لعبات الانتر عادي ويا رئيس الرابطة عبد الله صاحبي يعني لا انا اعتقد انه انت محب جدا لنادي الانتر انا احب الانتر بس اعطيني وجه خليك من جملتي ايه؟ ممكن تشجع الانتر لا اشجع ريال مدريد ايه؟ بس ايه؟ ما اشجع الانتر انا اليوم جاي يعني رغم اللعبة ويا اليوفي وهو الغريم التقليدي للانتر انا جاي اتابع اللعبة عادي يعني هيك بداخلك تتمنى يفوز الانتر ايه اتمنى يفوز الانتر تريالي خلي سيدك تتمنى تلعب ويا الانتر بالابطال؟ انا صراحه انا سيد البطوله انا ما يهمني يعني مع احترامي للفرق مع احترامي للفرق وبنصكم يقصفكم مع احترام لا 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 لا, لا, لا مو قصف مع احترامي للفرق يعني انا سيد البطوله ما يهمني يعني اي فريق هو يقع وياي مو انا اقع وياه ايه صحيح بس يعني تتمنى يلعبون سوا؟ ايه عادي يعني بس انت محظوظ ويا الفرق الاسبانيه والله الانتر يعني الصعوده من مجموعه حديديه يستحق يصعد دور ال 16 يعني بالابطال غير الانتر عن بدوله الايطالي والله انت تزهقني والله اشبع كتل هسه كابتن احمد هو اذا الانتر قابل ريال مدريد بعد ما يحضر تجمعات ما تجي هنا لا مستحيل انا عندي جماعتي وياي يدامون بالدوام يشجعون ريال مدريد قالوا نريد نحضر في حال صارت القرعه انتر ريال مدريد قلت له مستحيل قلت له احنا كجمهور قافل احنا بالفوز والخساره ورا الانتر بس هسه احنا من اجي الجول الاول يعني اكو كم واحد صيح بالقهوه حتى جمهورنا يقول لك احنا نريد مكانات مغلقه ليش لان انت يعني مشجع ما تقدر تسيطر على 40 شخص انه كل واحد يريد يرد فعله صح فانت من تقابل ريال مدريد باكر بالقرعه مستحيل بعد تشوفه بلقاءات لا ما تشوفني بعد لا لا ابد والله والله ما تشوفني انا اتمناها لا لا والله بورتو زينين للانتر على وضعيتنا هسه بورتو زينين يعني انا اتمنى اي فريق غير الانتر لان تعرف انت انتر حبايبنا بعد باريس ان شاء الله باريس ليفربول عادي بسيطه اي عادي هو يعني 14 لقب يعني الله اعلم تقوم القيامه ما حد يصلي ل 14 لقب اتمنى انه يعني تكون الحلقه اليوم لطيفه كنا اتمنى تكون انه موضوع بفاحة لكم مثل المباريات السابقة لكن إن شاء الله نلتقيكم بالأيام القادمة تجمعات جديدة وهارد لك مرة ثانية شكرا على الحضور وهاي الحمد لله والشكر قدر الله وما شافه هاي كرة القدم هاي الحمد لله والشكر شوفكم بالأبطال شرفتوني على رأس إن شاء الله. نعم أحبتي المشاهدين مثل ما شاهدنا أنه نوعا ما رضا عدم رضا كبير من جماهير نادي الانتر بسبب الخسارة اليوم أمام نادي يوفانتس بعد ما كانوا أنه يتمنون يحققوا نتيجة إيجابية تعزز صيدهم في الدوري الإيطالي في هذا الديربي المهم لكن اليوفي كان اليوم فريق قوي متجانس يعني في الشوط الثاني كان هو اللي فاض سطوته وفاض يعني أسلوبه في اللعب على الانتر وصلنا الآن إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله نلتقيكم في الأيام القادمة وحلقات جديدة من جمهورهم في أمان الله.